نسخه تاع افريقيا، احنا رايحين لافريقيا باش ندافعوا على اللقب تاعنا، وحنا هما ابطال افريقيا، احنا ما يخلعونا حتى فريق في افريقيا، جوزو حنا وكوت ديفوار. نربحوهم وش نقول لك، انا ما كثرش ان شاء الله نربحوهم، وحنا الابطال افريقيا كاع، وان شاء الله باذن الله ندوها اخويا. تاع كاس افريقيا 2022 تناول المنتخب الوطني الجزائري، عندك كوت ديفوار اللي بنفس المستوى تاعنا تاع المنتخب الجزائري، وراح تكون هذه الكاس افريقيا صعبه شويه على المنتخب، خاصه راح تكون في الكاميرون وين راح يكون الجو تماك ما يساعدش المنتخب الوطني، مي ان شاء الله نحافظوا على اللقب تاعنا هذا تاع كاس افريقيا، ونبقاو ابطال ونتربعوا على عرش افريقيا سنوات مقبله ان شاء الله مع الشيخ جمال بلماضي، وربي يوفقهم ان شاء الله. القلعه تاع كاس افريقيا ان شاء الله تكون في المتناول، عندنا المنتخب الايفواري اللي شويه صعيب، والاخرين هاي طورت الكره الافريقيه على كل حال، مي صافا ان شاء الله فيها خير، ومع تصريح بلماضي ان شاء الله فيها خير، انا متفائلين. مجموعه متوازنه نورمالمون، كوت ديفوار هي المنافس الوحيد للفريق الوطني، سيراليون ايكيب ماشي معروفه، نهائي استوائيه معروفين نوعا ما، الجزائر يجوزوا باذن الله يجوزوا، مره صعيبه شويه، كاين دي زيكيب راح يزيدوا يرنفورسيو سورتو مصر تونس مالي ملاح، عنده الحق باسكو عندنا شويه دي بليسير، ومع الازمه تاع كورونا وتحضيرات شويه ناقصين، وهاد الخطرة كامل معولين علينا ماشي كيما الخطرة اللي فاتت، هاد الخطرة ديروا لنا حساب. قرعة شوية صعيبة، ماشي صعيبة صعيبة، مي عندنا كوت ديفوار هو اللي جينينا شوية، مي بصح ماشي حاجة كاع ندوزو عليهم إن شاء الله، مع بالماضي وليكيب اللي عندنا نروحوا لبعيد، والله غنروحوا لبعيد، خلوهم يخدموا ويرونفورسي شوية بالماضي ليكيب، وإن شاء الله فيها خير. ان شاء الله كيما درنا في مصر نديرو في الكاميرون، ماشي حاجه واعره، امكان دي غرون جوار ان فافورا والجزائر والسينيغال، هذه هي اللي فيها دي سيربريز، تنجم تونس المغرب مصر بالاكسبيريونس ديالها وكذا، مي انا نشوف بلي حنا لاجيري وبالماضي وريال محرز. يعني طحنا في مجموعه كما نقولوا في متناول المنتخب، يعني نقدروا نديروا بها حاجه، نخافوا غير منتخب واحد نخافوا منه هو كوت ديفوار، حقنا معاه لي بيناتي كانت صعبه شويه، هذاك هو المنتخب اللي نقدروا نخافوا منه، بصح كما نقولوا بالماضي يعطانا كما طمئنا، بالماضي طمئنا شويه كي قالنا تما على ليكيب ما خفناش، راك فاهم ايا وان شاء الله كما نقولوا ان شاء الله نعاودوا ندوا في كاميرون وما توتري في بالاجيري خويا. يا خويا شو نقول لك انا على المجموعه يا خويا، طحنا في مجموعه سهله، عندنا غراء طأر مع كوت ديفوار، وان شاء الله يا خويا نربحوهم يا خويا، وعندنا ثقه عمياء في ليكيب هذه ميم بالماضي الله يبارك يا خويا، ان شاء الله باذن الله تاعنا يا خويا كوب دافريك باذن الله. غينيا الاستوائيه عندنا سيراليون عندنا كوت ديفوار، شويه نتلاقاو معاهم شويه صعوبات، مي ماشي شغل حاجه فور ولا، وهما اللي يديرونا حساب، حنا رانا باطل في افريقيا، عندنا روكور عندنا 28 ماتش ما خسرناش، ان شاء الله فيها خير، ان شاء الله نكونوا في الطوب ونكونوا في المستوى، ان شاء الله يفرحونا وحنا معلاش نخاف، حنا رانا متصدرين، ما تقدرش هو اللي يدير لك حساب، ماشي شغل هو يدير لك حساب، حنا رانا ملاح بزاف في كلش، تاكتيك مو لي جوار عندنا رانا في الطوب، وان شاء الله متفائل خير بيان سور، عندنا لي جوار، عندنا ايكيب، عندنا اونترينور، عندنا ان شاء الله نزيدو نجيبوها ان شاء الله دوزيام. في مجموعه يعني عندنا مشكل غير تما، عندنا غير مع كوت ديفوار ماتش يكون شويه، وسيراليون وغينيا الاستوائيه في متناول. حبيبي واش راح نقول خويا، راهي نورمالمون في متناول الجميع، عندنا برك كوت ديفوار ماتش ديربي راك تعرف، حنا مع كوت ديفوار وشنو بوليستو الحمد لله مع بالماضي عندنا ثقه تامه وطلع النيفو، ان شاء الله نعفسوهم كاع خويا العزيز.
اخي انا ليا حب تما كيما نقولوا واش انا نشوف باذن الله حنا راح نكونوا ان شاء الله بقوه. طلع النيفو بزاف خويا العزيز، كان نيفو شويه كنا نخافوا منها، صح بو لانستون ان شاء الله باذن الله طلع النيفو نقطفوهم قاعد اكتب الله خويا العزيز ان شاء الله باذن الله. كاميرون ان شاء الله تكون فال خير علينا، وان شاء الله ربي ينحي لنا هذا المرض وباء، وان شاء الله نفرحوا كاع خويا العزيز ويطفي لنا الاشعه ان شاء الله خويا العزيز، وبارك الله فيكم.